مرحبا بكم. مشكلة برودة الأطراف من المشكلات الشائعة بشكل كبير، وخاصة برودة الأصابع والقدمين. وتحدث مشكلة برودة الأطراف بشكل كبير في فصل الشتاء، ولكن تحدث برودة القدمين واليدين في الصيف أيضا. ومن هنا يبرز السؤال حول مشكلة برودة الأطراف هذه، والتي تحدث للرجال والنساء، ولكن لماذا برودة القدمين واليدين عند النساء منتشرة أكثر؟ تسبب هذه المشكلة في انزعاج الأفراد الذين يعانون منها، حيث تتسبب في مشكلات عدة، مثل برودة في الأطراف مع حدوث تنميل بها، حيث يكون ذلك استجابة لبرودة الجسم طبيعية. ولكن في بعض الأحيان تكون برودة الجسم عرضا من أعراض ظهور بعض الأمراض. ولكن قبل أن نبدأ، فضلا وليس أمرا، ادعمونا بإعجاب للفيديو واشتراك في القناة، فهذا يساعدنا كثيرا. تابعونا. أهم الأمراض التي تؤدي إلى برودة الأطراف: مرض السكري، كسل الغدة الدرقية، السمنة وزيادة الجسم المفرطة، أمراض الأوعية الدموية، خلل وضعف صمامات القلب، الروماتيزم، التدخين، التوتر والمشاكل النفسية، فقر الدم والأنيميا، بعض العوامل الوراثية، اضطرابات الهرمونات في جسم الإنسان، آثار تناول الأدوية الجانبية. برودة الجو: الوقاية من مشكلة برودة الأطراف. وللوقاية من مشكلة برودة الأطراف، في البداية علينا الإقلاع عن التدخين، والحصول على الوزن المثالي، والتخلص من السمنة، والابتعاد عن ارتداء الجوارب الضيقة وكذلك الأحذية الضيقة، الابتعاد عن ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي، الابتعاد عن الوقوف لفترات طويلة. علاج مشكلة برودة الأطراف: في البداية يجب علينا أن نقوم بعمل حمام ساخن، وذلك بإحضار مياه ساخنة ونقع الأطراف لمدة دقيقتين فيها، حيث تعمل هذه الطريقة على تنشيط الدورة الدموية في الجسم. التخلص من الوزن الزائد عن طريق المشي السريع، وتكون النتيجة التخلص من برودة الأطراف، حيث أن المشي السريع يعمل على تحفيز وتنشيط الدورة الدموية، ويتم عمل تدليك للأطراف يوميا ولمدة 10 دقائق، حيث يعمل التدليك على تنشيط حركة الدم والأطراف. ضرورة حرص الشخص الذي يعاني من برودة الأطراف على أن يقوم بعمل فحوصات لمعدن السيلينيوم وعنصر الزنك واليود، فنقص هذه المعادن يؤدي بشكل كبير إلى برودة في الأصابع والقدمين. لذلك عليه باتباع نظام غذائي سليم يتناول فيه الأغذية الغنية باليود، مثل عين الجمل وملح الهيمالايا. كذلك عليه تناول اللوز والجوز والكاجو للحصول على السيلينيوم، بالإضافة إلى تناول المأكولات البحرية مثل المحار واللحوم والكبدة للحصول على عنصر الزنك، وخاصة عند الرجال. ولا ننسى أن تناول ملعقة من زيت الزيتون البكر الممتاز يعد من أفضل العناصر الغذائية المفيدة للجسم، ويحتوي على مضادات الأكسدة التي تفيد الجهاز الدموي. ضرورة عمل التحاليل اللازمة وفحوصات هرمون الغدة الدرقية للتأكد من عدم وجود اضطرابات في الهرمونات، وعدم إصابة الجسم كذلك بفقر الدم أو بالأنيميا. وإذا كانت مشكلة برودة الأطراف بسبب الغدة الدرقية، فيجب علينا في هذه الحالة التقليل من الخضروات الورقية، وتناول العدس والزعتر والكستناء والحلبة بكميات مناسبة. وأخيرا، لا بد من دهن الأطراف بمرهم الأعشاب، حيث يتم تحضير تلك الأعشاب في المنزل وبطريقة سهلة جدا. نعم عزيزي المشاهد، سوف نخبرك عن السر العجيب والخلطة السحرية لطريقة تحضير مرهم الأعشاب للتخلص من مشكلة برودة الأطراف نهائيا. طريقة تحضير مرهم الأعشاب: يتم خلط 50 جرام من أزهار البابونج مع 50 جرام من أزهار الأقحوان مع ربع لتر من الماء، ومن ثم يوضع المزيج على النار لمدة تتراوح 20 دقيقة، ثم يضاف بعد ذلك 10 جرامات من الزبدة الغير مملحة، ويترك الخليط على نار هادئة حتى تمام النضج والذوبان. ومن ثم استخدام هذا المرهم على الأطراف يوميا مرتين مساء وصباحا. ومن الممكن أن تضاف شرائح من البصل على أطراف الجسم الباردة، حيث يعمل البصل على تخليص الجسم من السموم. دمتم سالمين، ومع تمنياتنا لكم بدوام الصحة والعافية.
شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.